سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون جمهورية جيبوتي. نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. في هذه النشرة، 9 أبريل يوم مهم في تاريخ جيبوتي. وزارة المركزية تعقد اجتماعا تأمليا لتحسين خدمات الأحوال المدنية. موسكو ودمشق تتهم إسرائيل بتدمير قاعدة عسكرية في سوريا. أهلا بكم. في مستهل نشرتنا المسائية نسلط الضوء على التقدم المحرز في مختلف المجالات منذ انتخاب السيد إسماعيل عمر جلي رئيسا للجمهورية في التاريخ في 9 أبريل. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو الزميل محمد عبد الله عمر. أهلا بك محمد. شكرا لك الزميل مجدي، وشكرا لمشاهدينا الكرام. طبعا في مثل هذا اليوم من 9 أبريل عام 1999 فاز الرئيس إسماعيل عمر جيلي بالانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد بعد حصوله على نسبة 74% من الأصوات المعبرة. وفتح انتخاب الرئيس جيلي صفحة جديدة في تاريخ الجمهورية، ولا سيما بعد توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز المكتسبات على قاعدة صلبة. أبو الأمة وأول رئيس للجمهورية المرحوم حسن جولة دبتدون انسحب من الساحة السياسية وغادر السلطة، فيما وضع الجيبوتيون أملهم في القائد الجديد المتمثل في فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي، والذي ترشح لتولي زمام أمور الجمهورية. وشكلت الحملة الانتخابية فرصة لمرشح الحزب الحاكم السيد إسماعيل عمر جيلي لملاقاة مختلف مكونات الشعب لإطلاعهم رؤيته الثاقبة لمشروع بناء جمهورية جيبوتي. كثيرون آمنوا بنجاح هذه الرؤية، فيما اعتبرها آخرون حلما بعيدا عن الواقع. وعقب انقضاء الفترة المخصصة للحملة الانتخابية تم إجراء الاستحقاق الرئاسي في 9 أبريل عام 99، وأظهرت النتائج النهائية فوز السيد إسماعيل عمر جيلي بنسبة 74% من إجمالي الأصوات المعبرة، وأصبح بذلك ثاني رئيس لجمهورية جيبوتي، ما شكل منعطفا هاما لتاريخ الجمهورية الفتية التي لا تزيد مساحتها عن 23,000 متر مربع والواقعة على مدخل البحر الأحمر. ومنذ ذلك الحين شهدت جمهورية جيبوتي تحولات جذرية على مستوى البنية التحتية التي تم تحديثها وتطويرها لتكون مواكبة للنهضة الشاملة في جمهورية جيبوتي. حفل تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيلي حظي بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات الشقيقة والصديقة، وأدى القسم أمام نظرائه بحضور مستشاره الرئيسي والقائد المحنك الرئيس السابق للجمهورية المرحوم حسن جولة دبتدون. وعقب أداء اليمين القانونية توجه الرئيس الجديد المنتخب بأغلبية أصوات الناخبين إلى القصر الجمهوري. تبادل الرجلان، أي الرئيس الجديد إسماعيل عمر جيلي والرئيس السابق للجمهورية المرحوم حسن جولي دبتدون، تبادل السلطة بصورة اتسمت بالديمقراطية على خلاف الأوضاع التي كانت سائدة في المنطقة والتي كانت تحول دون تحقيق ذلك. وتظهر هذه المشاهد جانبا من مغادرة الرئيس حسن جولي دبتدون القصر الجمهوري، مخليا الساحة للرئيس الجديد إسماعيل عمر جيلي.
وبعد توليه مقاليد الحكم بادر الرئيس الجديد لإطلاق برامجه خصوصا تلك المتعلقة بالمواني في جيبوتي لجعل البلاد مركزا إقليميا ومدخلا اقتصاديا للدول الأعضاء في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة السمراء الكوميزا. كان من القطاعات التي استحوذت على اهتمام الرئيس الجديد قطاع التربية والتعليم، وتم بذلك إنشاء جامعة جيبوتي لتأهيل الأجيال الصاعدة في البلاد. ومن القطاعات الحيوية أيضا الاندماج الإقليمي، حيث شكل إنشاء الخط الحديد الجديد الرابط بين جمهورية جيبوتي نقلة نوعية في العلاقات بين جمهورية جيبوتي والجمهورية الفيدرالية الإثيوبية. وكان من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام رئيس الجمهورية كما ذكرنا قطاع التربية والتعليم، حيث تم بذلك إنشاء جامعة جيبوتي التي تتولى تأهيل الأجيال الصاعدة في البلاد. وعقد أيضا المناظرة العامة التي تم خلالها تبني سلسلة من الإصلاحات في قطاع التربية والتعليم في جمهورية جيبوتي. كان من أبرز القطاعات التي حظيت أيضا باهتمام رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي القطاع الصحي، حيث تم تحديث النظام الصحي وإنشاء مدرسة الطب فضلا عن إطلاق برنامج التأهيل التأمين الصحي الشامل الذي يوفر الرعاية الطبية للمواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية. بالإضافة إلى ما ذكر، اهتم الرئيس الجمهورية بالاندماج الإقليمي من خلال تبني مشروع الربط الكهربائي مع إثيوبيا المجاورة لسد النقص في توفر الطاقة، بالإضافة إلى اللجوء لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما طاقة حرارة الأرض الجوفية. ولمعالجة مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب، تم إطلاق مشروع نقل المياه من منطقة شنيلي الإثيوبية إلى جيبوتي لتلبية الحاجة المحلية في هذا الحقل الحيوي. هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الخط الحديدي الجديد الذي حل محل خط سكة الحديد القديم الذي مضى على إنشائه أكثر من 100 عام. وتجدر الإشارة إلى أن المرأة الجيبوتية حظيت باهتمام بالغ من قبل رئيس الجمهورية، وقد ارتفع مستوى تمثيل المرأة في مختلف مرافق الدولة بصورة تدريجية بدءا من العام 99 900 وألف وحتى اليوم، ما انعكس إيجابا على دورها ومكانتها في المجتمع الجيبوتي، وما سمح لها أيضا بالانخراط بشكل تام في العملية الاقتصادية والاجتماعية. شكرا جزيلا للزميل محمد عبد الله عمر على هذه التفاصيل، شكرا لك. شكرا. برئاسة السيد محمد علي حمد رئيس مجلس النواب، انعقدت الجلسة الثانية للدورة الاعتيادية الأولى لعام 2018 للهيئة التشريعية الثامنة. وشارك في هذه الجلسة دولة رئيس الوزراء ومجمل البرلمانيين. وكان في جدول أعمال هذه الجلسة 6 مشاريع قانونية، وهي مشروع قانون رقم 1 يتعلق بتعديل وتكملة قانون التجارة، مشروع قانون رقم 2 المتعلق بتعديل وتكملة القانون المتعلق بالمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية، مشروع قانون رقم 3 المتعلق بالقانون المدني، ومشروع قانون رقم 4 يتعلق بقانون الإجراءات المدنية، ومشروع قانون رقم 5 المتعلق بالقانون العام للضرائب، وأخيرا مشروع قانون رقم 6 المتعلق بتعديل وتكملة القانون السابق الخاص بتنظيم الملكية العقارية. وشهدت هذه الجلسة مناقشات بناءة ومثمرة بين النواب المشاركين في هذه الجلسة والوزراء المعنيين بهذه المشاريع القانونية. استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونس علي جدي ظهر أمس السفير الهندي، وذلك في زيارة ودية.
وتأتي هذه الزيارة عقب الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إلى الهند ومشاركته في مؤتمر الدولي للطاقة الشمسية الذي انعقد في العاصمة الهندية في 11 من شهر مارس المنصرمة. وخلال هذه الزيارة حول فرص التنمية في تنمية الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وأشار الجانبان إلى التعاون المتبادل وتعزيز القدرات في مختلف مجالات الطاقة، حيث أعرب السفير الفرنسي الهندي أن بلادي ستستثمر بحوالي 1500 مليون دولار في مشروع الطاقة مع 27 دولة في العالم. بدوره أطلع وزير الطاقة السفير الهندي عن انعقاد مؤتمر قادم حول الطاقة المتجددة. وأخيرا تطرق الجانبان حول مسألة التصديق على مشروع اتفاق إطار للمؤتمر الدولي للطاقة الشمسية من قبل جمهورية جيبوتي. قام وزير التجهيزات والنقل السيد محمد عبد القادر موسى حلم برفقة وفد هام مكون من وزير الزراعة السيد محمد أحمد عوالي والمدير العام للوكالة الجيبوتية للطرق بالإنابة، إضافة إلى العديد من المهندسين والفنيين الجيبوتيين والصينيين. قاموا بزيارة تفقدية لمشاريع إعادة تأهيل شارع زيلع الكاين في الحي السادس. هذا وتفقد الوزير والوفد المرافق له حسن سير الأعمال الجارية في هذا الشارع، كما حث الوزير مسؤولي الوكالة الجيبوتية للطرق ببذل المزيد من الجهود لتحسين البنيات التحتية ذات الأهمية لبلادنا. ويذكر أن هذه الأعمال تم إنجازها بتعاون مع فريق من المهندسين والفنيين للوكالة الجيبوتية للطرق والشركة الصينية، إضافة للمصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي. هذا وستستمر هذه الأعمال لمدة شهرين. وفي مداخلة له في هذه المناسبة، أعرب وزير النقل والتجهيزات السيد محمد عبد القادر موسى حلم عن ارتياحه لحسن سير هذه الأعمال، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا المشروع، أن هذا الطريق الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع لبلادنا. كما قدم شكري للمهندسي وفنيه الوكالة الجيبوتية للطرق والمهندسين والصينيين. وأضاف الوزير حلم إن دائرتي الوزارية لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين صورة العاصمة وشوارعها. افتتحت ورشة تأملية لمدة يومين لصالح أعضاء اللجنة الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة صباح اليوم في قصر الشعب. ويهدف أعمال هذه الورشة إلى إطلاع أعضاء اللجنة في تطوير قطاع تمويل المشاريع الصغيرة، وذلك من أجل تعزيز قدرات الأعضاء حول أسس قطاع تمويل المشاريع الصغيرة وكيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا القطاع. هذا وقد وضعت الحكومة في عام 2006 هذه الاستراتيجية من خلال إنشاء لجنة تأملية لتمويل المشاريع الصغيرة، وتم تجديد هذه الاستراتيجية في عام 2010. وفي كلمة الله بهذه المناسبة، أشارت أمينة الدولة للشؤون الاجتماعية سيدة منى عثمان آدم إن هذا الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم يهدف إلى مناقشة موضوع هام، حيث يولي رئيس الجمهورية اهتماما بالغا في هذا المشروع. ويعتبر مشروع تمويل المشاريع الصغيرة يرمي إلى مكافحة الفقر. هذا وقد صادقت الحكومة على استراتيجيتين وطنيتين لمشروع تمويل المشاريع الصغيرة، وشهد هذا القطاع تقدم الملحوظ من خلال إنشاء قانون حول التعاونيات المالية ومؤسسات لتمويل المشاريع الصغيرة، وإنشاء الصندوق الشعبي للإدخار والقروض، وخلية لمراقبة مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة لدى البنك المركزي في إطار الإشراف على هذا القطاع. كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة، وهي في إطار التشاور في إطار التشاوري مع مختلف المعنيين ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة واقتراح إجراء الملائمة للتصديق على خطة السنوية لمختلف برامج الدعم لهذا القطاع. ويجب معرفة دور ومسؤولية أعضاء هذه اللجنة لتنفيذه والوصول إلى أهداف الخمس السنوات القادمة.
نظمت الوزارة المنتدبة باللامركزية اليوم في صالة مؤتمرات معهد الدراسات الدبلوماسية اجتماع تأملي وتشاوري حول توصيات لتحسين خدمات الأحوال المدنية. ويأتي هذا الاجتماع عقب التصديق في ديسمبر الماضي على تقرير نظام تسجيل المواليد الذي عدته هذه الدائرة، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة. وشارك في هذا الاجتماع مسؤولو وكوادر الوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية وممثلو الوزارات القطاعية والمؤسسات المعنية بقضية تسجيل المواليد وحكام المناطق الداخلية ورؤساء المجالس الإقليمية والبلدية وعمدية مدينة جيبوتي، إضافة لممثلي الشركة الفنيين والماليين. وفي مداخلة لها في هذه المناسبة، أشارت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة السيدة جناب موهندي إلى الأهمية تعكسها عملية تسجيل المواليد. من جانبه أعرب الوزير المنتدب المكلف باللامركزية سيد حمد محمد أرميس عن شكره للمشاركين الذين حضروا هذا الاجتماع الهام حول قضايا الأحوال المدنية، وأن هذه العملية مهمة بالنسبة للدوائر الوزارية. كما قدم شكره لصندوق الأمم المتحدة للطفولة للدعم الهام المقدم لدائرتي في إعداد تقرير حول وضع الأحوال أو قضية الأحوال المدنية في بلادنا. ومن جانبه نوى مدير المركزية السيد يوسف عبد الله على التوصيات التي تمخضت عن الدراسة حول قضية الأحوال المدنية، ودعا المشاركين إلى مناقشة طرق تنسيق وتطبيق هذه التوصيات مع المؤسسات الأخرى بغية الحصول على خطة عمل محددة وواضحة. جرت المسابقات النهائية للمنافسات الرياضية بين المدارس لموسم عام 2017 وعام 2018 يومي الجمعة والسبت الماضيين في 3 مواقع في المؤسسات التعليمية بالعاصمة جيبوتي. وجرت هذه المسابقات في ألعاب القوة لمسافة 200 متر و800 متر و1500 متر و3000 متر بين فتية وفتيات المدارس الإعدادية والثانوية، وتسلم الفائزون كأس البطولة والميداليات الذهبية ومستلزمات رياضية، وحصل الفائز المركز الثاني والثالث على الميداليات الفضية والبرونزية. وفي يوم السبت الماضي احتضنت صالة الألعاب الثانوية الصناعية والتجارية المسابقة الثالثة لألعاب كرة اليد وكرة السلة للمدارس الإعدادية بالعاصمة جيبوتي، حيث فازت إعدادية بلعوص على إعدادية شارل دي فوكو ب 13 أهداف مقابل 11 هدف في كرة السلة. وفي كرة اليد فازت ثانوية جيبوتي على ثانوية بلبلة ب 9 أهداف مقابل 5 أهداف لدى الفتيات، وفازت ثانوية بلبلة على ثانوية الصناعية والتجارية ب 12 هدف مقابل 10 أهداف. والآن سيدتي وسادتي، حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة جيبوتي وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أهلا بكم من جديد. في إطار مكافحة التجارة غير الشرعية وبيع المشروبات الكحولية المهربة التي تباع في أسواق العاصمة بطريقة غير قانونية، أجرت عناصر الدرك الوطني في مفرزة نقطة كيلو 12 عملية واسعة النطاق، وتم من خلال هذه العملية القبض على 5 أشخاص من مختلف الأماكن في المدينة، وتحديدا في القطاع المدرسي وخاصة الثانوية الصناعية والتجارية والإعداديات، كما عثرت على كميات كبيرة من هذه المشروبات الكحولية والتي تقدر ثمنها ب 100,000 فرنك جيبوتي. والجدير بالذكر أن القيادة العليا تبذل قصارى جهدها لمكافحة كافة أنواع التجارة غير الشرعية. والآن سيدتي وسادتي، تنضم إلينا في الاستديو زميلة حواء محمد. أهلا بك حواء. احتضن الجزائر اجتماعا رفيع المستوى حول مكافحة التمويل الإرهاب، هل لديك المزيد حول هذا الاجتماع؟ نعم مجدي، احتضن الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء اجتماعا رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية ومنظمات وخبراء دوليين، سيعكفون على دراسة المسائل الاستراتيجية التي تهم الدول وكذا وسائل وكيفيات مكافحة الإرهاب. في هذا الاجتماع الذي تنظمه الجزائر مع الاتحاد الإفريقي، سيجمع مندوبي البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وإقليمية أخرى حول تنشيط في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. وتم اتخاذ قرار عقد هذا الاجتماع بالجزائر العاصمة في سبتمبر عام 2014 من قبل قمة رؤساء الدول وحكومات مجلس السلم والأمن الاتحاد الإفريقي. لننتقل إلى موضوع آخر حواء، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف إن الضربة العسكرية لإسرائيل لمطار تيفور العسكري تطور خطير جدا. صحيح مجدي، وأضاف معلق في هذا التصريح أن يكون العسكريون الأمريكيون على الأقل
عسكريون الدول الأخرى مشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يدركون ما حصل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر حقوقية عن مقتل نحو 14 شخصا أثناء الهجوم، بينهما 3 ضباط سوريين. أكدت موسكو عدم سقوط قتلى من جنودها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن الطائرات الإسرائيلية هي التي قصفت مطار تيفور بسوريا، مؤكدة أن الهجوم تم عبر مجال لبناني ب8 صواريخ. وقال مسؤول أمريكي يوم أمس أن بيونغ يانغ أبلغت واشنطن استعدادها لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. كما أشرت مجدي، قال مسؤولون أمريكيون يوم أمس أن بيونغ يانغ أبلغت واشنطن استعدادها للبحث حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي خلال القمة المرتقبة بين زعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي. وامتنع مسؤولون أمريكيين عن تحديد الموعد وكيفية الاتصالات التي جرت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ولكنه قال أن الجانبان عقدا عدة اتصالات مباشرة. وقال مسؤول أمريكي ثاني أن الولايات المتحدة أكدت أن كيم جونغ مستعد للبحث خلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. وأخيرا، ألغيت حوالي 30% من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية أي إير فرانس، حيث تزداد الإضراب بشأن زيادة الأجور. صحيح، يؤثر إضراب يوم السبت الذي يستمر يوما واحدا على السفر الدولي والمحلي، لا سيما ربع الرحلات في مطار شارل دي غول، وحيث شركات الخطوط الجوية الفرنسية للمسافرين إلى تحقيق من الأوضاع رحلاتهم وعرضت تغيير التذاكر مجانا. يعد هذا هو الإضراب الخامس في الخطوط الجوية الفرنسية منذ فبراير الماضي، في حين ارتفع عدد الرحلات الملغى. وكانت النقابة قد أعلنت عند الأسبوع عن مزيد من الاضطراب هذا الشهر لتزامن مع اضرابات السكة الحديدية الوطنية في فرنسا. شكرا جزيلا للزميلة حواء محمد على هذه التفاصيل حول الأخبار العربية والدولية، شكرا لك. هكذا سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم النشرة الأخبارية المسائية والمفصلة لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في نشرة قادمة.